بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا في الجلسة الماضية بدأنا في أحكام الوقف، في أحكام الوقف، وقلنا وهو لغة الحبس، وشرعا حبس مال معين، حبس مال معين قابل للنقل، يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. والوقف اللي هو الصدقة الجارية، العوام في مصر يقول لك صدقة جارية، هو الوقف. يعني يسموه المصريين في لغتهم العامية، يعني أريد أن أفعل شيء حتى يكون لي صدقة جارية، يعني يوقف شيئا من ماله على وجه معين من وجوه الخير يستمر بعد وفاته على أن يبتغي به وجه الله، فيكون ثوابه مستمر حتى بعد وفاته. وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع. احنا وقفنا عند الحتة دي بس. وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع. والوقف جائز بثلاثة شرائط، وفي بعض النسخ والوقف جائز وله ثلاثة شروط. أحدها أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكون الانتفاع مباحا مقصودا، فلا يصح وقف آلة اللهو، لأن آلة اللهو وهي آلات الموسيقى وغيرها عند الشافعية ويوافقهم كثير من العلماء أنها حرام، وما يحرم استعماله يحرم اقتناؤه، كما أنه يحرم وقفه وبيعه وشراؤه وصناعته. فلا يصح وقف آلة اللهو، ولا وقف دراهم للزينة. الدراهم عملة الغرض منها ليست الزينة، ولكن الغرض منها هو التبادل التجاري. فإذا أخذ هذه العملة وأوقفها للزينة فهي تستعمل لما لم تصنع من أجله، فهذا الوقف أيضا لا يجوز. ولا وقف دراهم للزينة، ولا يشترط النفع في الحال، فيصح وقف عبد وجحش صغيرين. يعني ممكن توقف مال على أن يمكن الانتفاع به في المآل. وأعطى مثال هنا عبد صغير توقفه
على أساس أنه يكبر ويستطيع أن يتكسب وأن ينفع غيره وأن يدخل ربحا يؤخذ منه على أن ينفق في وجه الوقف. وجحش لأنه وهو الحمار الصغير يسموه جحش، على أنه إذا بعد فترة يصير حمارا صالحا للركوب والحمل، فيصح وقف عبد، فيصح وقف عبد وجحش صغيرين. وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقف، يعني الشيء الذي يستهلك بمجرد استعماله لا يصح وقفه، لأنه مش هيبقى صدقة جارية، هيبقى صدقة تستعمل وتنتهي. فما ينفعش أوقف طعام ويبقى صدقة جارية، لكن أتصدق بطعام، أهب الطعام، أبيع الطعام، لكن لا أوقفه. ولا يصح أيضا أن أؤجره، لأنه استعماله يؤدي إلى نهايته أو استهلاكه. فالوقف اللي هو الصدقة الجارية لابد أن يكون ينتفع به مع بقاء عينه، يعني العين تفضل محافظ عليها، وهذه العين هي التي تثمر وتدر شيئا، تأخذ هذا الشيء وتنفقه في فيما في وجوه الوقف التي شرطها الواقف. فلا يصح وقفه كالريحان والمطعوم، لأن الريحان يستهلك بالشم وينتهي، وكذا المطعوم يستهلك بالطعام أن يأكله وينتهي. والشرط الثاني، يبقى أول شرط أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه. الشرط الثاني أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع. فخرج الوقف، هو الشرط الثاني ده تحصيل حاصل من الشرط الأول. والثاني أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع، فخرج الوقف على من سيولد للواقف. لازم يبقى الوقف على أصل موجود، فما ينفعش أوقف من سوف يولد من هذه الدابة، لأنه لسه غير موجود بعد ما يتولد. معلش، واضح؟ لازم يبقى الأصل موجود. فخرج الوقف على من سيولد على أصل موجود وفرع لا ينقطع. والثاني أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع، فخرج الوقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء. يعني أنا هنا مش المال اللي حوقفه، ده الشرط ده متعلق بالموقوف عليه، الشرط الثاني متعلق بالموقوف عليه. يعني المال اللي الموقوف نفسه يشترط أن يكون ينتفع به مع بقاء عين. طب وإيه الشرط المتعلق بالموقوف عليه؟ الموقوف عليه لابد أن يكون موجود، فما ينفعش أن أنا أوقف الوقف على حاجة مش موجودة. أقول مثلا ذرية وقف على من سيولد لفلان ثم على الفقراء، واضح؟ فخرج الوقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء، ويسمى هذا منقطع الأول. فإن لم يقل ثم الفقراء كان منقطع الأول والآخر. يعني لما يقول سيولد للواقف يبقى منقطع الأول، لأنه ثم على الفقراء يبقى منقطع الأول موصول الآخر. ولو قال لو لم يقل ثم الفقراء كان منقطع الأول والآخر. وقول لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الآخر، كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله، وقفت هذا على زيد ثم نسله ولم يزد على ذلك. وفيه طريقان، أحدهما أنه باطل. طريقان يعني يعني طرق ثبوت المذهب عن الإمام الشافعي.
اللي هو الراجح فيها يسموه المذهب، يبقى الطريق هي هو ما ثبت عن الإمام الشافعي من طريق مثلا أحد تلامذته. عندنا مثلا الإمام المزني، الربيع المرادي، الربيع الجيزي، أي حد من تلامذة الإمام الشافعي يثبت قول الإمام الشافعي من جهته، وآخر يثبت قول الإمام الشافعي من جهة أخرى، فيسمى هذان الجهتان طريقان، الراجح فيهم يسموه المذهب. فمنقطع الآخر، منقطع الآخر وقول لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الآخر كقولي وقفت هذا على زيد ثم نسله، نسله لسه مش موجودين، فيبقى ده منقطع الآخر. ولم يزد على ذلك وفيه طريقان، أحدهما أنه باطل كمنقطع الأول وهو الذي مشى عليه المصنف، لكن الراجح الصحة اللي هو الطريق الآخر، لأنه هنا الأصل موجود الأول اللي هو زيد، وبعد كده الناس لما يظهر يبقى في طريق إيه، المنقطع الأول والآخر لا يؤخذ يبطل، وكذا منقطع الأول وموصول الآخر، وكذلك منقطع الآخر موصول الأول، كل دي قالوا إنها تبقى لا تصح. لكن في وجه قال إذا كان الأول موجود اللي هو الأصل موجود فيجوز إيه الحاق ما لم يوجد على هذا الأصل، كويس. والثالث أن يكون الوقف في محظور بضاء مشالة أي محرم، يعني إيه ألا يكون الوقف في محظور. الشرط الثالث في الوقف عشان يبقى صدقة جارية لا أوقف المال على أن ينفق في جهة محظورة شرعا، حرام شرعا، كان مثلا أوقف وقفا على أن ينفق عليه لإنشاء الملاهي الليلية أو الكازينوهات أو مثلا تربية الخنازير أو صناعة الخمور، كل دي وجوه حرام قطعا، وبالتالي لا يصح الوقف عليه. ألا يكون الوقف في محظور، محظور بضاء مشالة أي محرم، فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد، لا يصح الوقف على عمارة الكنيسة للتعبد، لكن يصح إن المسلمين يبنوا الكنيسة لا من مال الوقف، ولكن مراعاة للعهد الذي بيننا وبينهم، كما فعل النبي مع نصارى نجران، قال ولو تهدمت كنائسهم نبنيها لهم ونحفظها لهم، في عهده مع نصارى نجران صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يكون من مال وقف، يكون من مال عام بقى، من المال العام اللي هو مال الدولة، مال الدولة الذي يتصرف فيه الحاكم للمصلحة التي يراها مناسبة. فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد، لما تقرأ كده فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد ما تقصهاش بقى تقول لا يجوز عمارة الكنيسة مطلقا، لا، ممكن يفرض بالاتفاق، حدث اتفاق بين المسلمين وبين طوائف غير المسلمين على أن يعيشوا مع المسلمين، يحموهم ويدفعوا مقابل الحماية اللي احنا بنسميه الجزية أو ضريبة حماية، على أن تحفظ لهم دور عبادتهم، وأنها لو انهارت بنفسها أو بفعل أحد من المسلمين أن الحاكم يكون مسؤولا عن إعادة إعمارها، هذا جائز وليس مخالف للشرع الشريف. فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد، وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، يعني لا يشترط من مفهوم كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة اللي هو التقرب إلى الله يعني، بل انتفاء المعصية، سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء أو لا كالوقف على الأغنياء. يعني في بعض الناس توقف بعض أموالها للنفق على الأغنياء، طب والغني محتاج؟ ما أنت ما تنفق على واحد مستغني مش هتبقى ثواب يعني، لأنه أصلا مستغني،
فيبقى قصد القربة فيها مش واضح، لكن قد يكون سببا في دفع هذا الغني للتصدق يعلمه، فليه مصلحة أخرى وإن كانت هي بعيدة. واضح؟ كالوقف على الأغنياء، ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا، يبقى يشترط في الوقف أن يكون دائما غير مؤقت بوقت معين، ما ينفعش، لأن الوقف احنا قلنا صدقة جارية تستمر حتى بعد وفاة الإنسان. ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا كوقفت هذا سنة، وألا يكون معلقا علشان يبقى ناجز في الحال، إنما المعلق هيبقى غير ناجز غير منجز يعني، فلا يصح أن يكون الوقف معلقا. وألا يكون معلقا كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا. وهو أي الوقف على شرط الواقف، نحاول نقف عند حد نشوف كلام الإمام البيجوري في الجزء السابق. قوله وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع، قول صحة عبارته فلا يصح وقف الصبي والمجنون لعدم صحة عبارتهما، وقول وأهلية التبرع فلا يصح وقف مكره ومكاتب ومحجور عليه. المكره لأنه فقد شرط الاختيار فما ينفعش، يبقى لازم في كمال الاختيار، والمكاتب لأن المكاتب ما زال وهو الذي يشتري نفسه من سيده بأقساط إذا كان عبدا رقيقا، ليس له ذمة مالية منفصلة بعد لأنه ما زال مسؤول عن سداد ما عليه. والرسول يقول القن العبد المكاتب قن ولو بقي عليه درهم، قن يعني عبد، وبالتالي يبقى لا تصح، لا يصح تصرفه. وأهلية التبرع فلا يصح وقف مكره ومكاتب ومحجور عليه، أيضا محجور عليه إما لصغر سن أو لسفة أو لفلس أو لجنون أسباب الحجر المختلف، فلا يصح أن يقف هذا المحجور عليه. فلا يصح وقف مكره ومكاتب ومحجور عليه ولو بفلس، ولو بفلس، ولو بفلس يعني ولو بمال ضئيل، يعني الفلس اللي هو المال الضئيل احنا نقول عليه ولو بجنيه، ولو محجور عليه من اجل جنيه واحد يعني. مكره، مكره يعني جبت واحد وجبت ثلاثة أربعة عصبجية بلطجية كويس وكتفوه وقالوا له وقع على إن العمارة بتاعتك تبقى وقف لاستعمالها لليتامى، فتحت هذا التهديد مضى، ينفع الوقف ده؟ لأنه مكره، فقد القدرة على الاختيار، فاهم؟ بس يبقى ومحجور عليه لا يصح وقف المحجور عليه ولو بفلس، بفلس يعني واحد محجور عليه علشان عليه ديون مثلا مليون جنيه، سدد منها كل المليون جنيه ما عدا 1000 جنيه، ما عدا 100 جنيه، لسه لا يصح وقف، حد ما يخلص، ولو مبلغ ضئيل يعني. ولو بمشاورة، ولو بمشاورة وليه. ولا انت عارف ان المحجور عليه ده بيبقى عليه ولي، القاضي بيعين عليه ولي عشان يتصرف بماله لحين فك الحجر كويس، فلا يصح وقف المحجور عليه حتى لو شاور وليه لحد ما يفك حجر، فهمت؟ ومحجور عليه ولو بثلث ولو بمشاورة وليه، ليه بقى العلة؟ لعدم أهلية التبرع، لعدم أهلية التبرع في من ذكر. ولا يلزم من صحة العبارة، وعشان كده عارف أهلية التبرع دي مهمة في القياس في العصر الحديث في قضية زرع الأعضاء والتبرع بالأعضاء،
بعض الفقهاء مش دارسين باب الوقف كويس، فيقول لك ايه، ما هي صدقة جارية، انت هتموت وغيرك ينتفع بيها، كل ما يصلي وكل ما يحب هتاخد ثواب عبادات لان كنت سبب في بقاء حياته بصورة طبيعية، فيقولوا عليها تبقى صدقة جارية. مش في ناس بيقولوا كده؟ او لا يصح هذا الكلام، لانه ليس الانسان اهلا للتصرف في اعضائه، فما فيش أهلية التبرع هنا، لأنه لا يملك أعضاءه أصلا حتى يتبرع بها، كما أنه لا يملك أعضاءه فيبيعها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أن الذي يضرب على نفسه الرق ويبيع نفسه لا يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة، يعني من أشد أنواع المعاصي. طيب ما هو اللي يبيع نفسه يعني يبيع كله، يبقى إذا نهي عن بيع الكل يبقى بيع البعض لا يجوز، يبقى الإنسان لا يجوز أن يبيع بعضه يعني بعض أعضائه. وإذا نهينا الإنسان عن بيع أعضائه لأنه لا يملكها، ففرع النهي عن البيع ينبني على النهي عن الهبة وعن التبرع، واخد بالك؟ وبالتالي يبقى لا يجوز التبرع بالأعضاء أو بيع الأعضاء. ليه؟ لأنه الإنسان الذي يملك هذه الأعضاء ليس أهلا للتبرع بها، لأنه هو يملك الانتفاع بها ولا يملك ذاتها، لأنه حيسأل عنها. الدم قالوا أنه مش عضو، الدم قالوا فضلة متجددة كالريق فليس عضوا، بالإضافة لأن إذا أخذ مالا مقابل أنه تبرع بجزء من دمه، هذا المال ليس عقد بيع، ليس عقد بيع، ولكن كأنه بالضبط المال اللي أخذه هذا من باب رفع الاختصاص، رفع الاختصاص فقط، لأن ما لا يصح بيعه كالدم نجس ولا يصح بيع النجس، مش كده برضو؟ يبقى المال اللي هياخده ياخده مقابل رفع الاختصاص وليس مقابل بيع. وبالتالي لو طلع الدم اللي هم خدوه تبرع بيه وخد مقابله مبلغ، طلع بعد التحاليل انه غير صالح للاستعمال للناس، ما بنروحش نرجعه للي خدناه منه ويدينا الفلوس، لانه مش عقد بيع. عارف لو عقد بيع وخدت البضاعة ما عجبتكش تروح ترجعها تقول له اديني الفلوس، لكن ده عشان رفع اختصاص فما يقدرش يرجع الفلوس. زي برضو ما قلنا في كلب الصيد، نهى النبي عن ثمن الكلب. طب افرض عايز يدفع فلوس وياخد كلب عشان يفيده في الصيد او الحراسه، ليس هذا عقد بيع لانه لا يصح بيع الكلب. طب امال يبقى ايه المال اللي بيدفعه ده؟ رفع اختصاص. وبالتالي لو الكلب اخده وبعدين خد منه المبلغ وبعته له في سياره فحصل حادثه فالكلب مات، ما يدفعلوش ما يرجعلوش المال، بخلاف لو كان عقد بيع. عقد بيع يبعت له غيره لانه ما زال في حيازته، واضح؟ ففي فرق بين عقد الاختصاص وعقد البيع. وبالتالي تستنتج على طول اهليه التبرع، من خلال اهليه التبرع تيجي القصه في الوضع الحالي في بيع الاعضاء او التبرع بالاعضاء في قضيه زرع الاعضاء، وهي قضيه حديثه، تجد انه لا يصح ان تكون بباب الصدقات الجارية أصلا. وإذا ذهبت إلى عقود البيع تجد أنها لا تصح أن تكون عقدا للبيع، وإذا ذهبت إلى رفع الاختصاص لا تصح أن تكون رفع الاختصاص، لأن ينبني عليها الضرر بالذي يخرج منه هذا العضو والنقص. وبالتالي زرع الأعضاء تجارة أو تبرعا أو أي شيء، كل الوجوه دي على مذهبنا الذي نشرحه الآن حرام، حرام. وعلى من أحلها للضرورة أن يحل إشكالات مثل هذه الاعتراضات. ولا يلزم من صحة العبارة أهلية التبرع، يعني ممكن يبقى الإنسان هو صحيح العبارة في كمال عقله لكن لا يصح أن يتبرع، فممكن يبقى صحيح العبارة لكنه ليس أهلا للتبرع، بخلاف العكس كل أهل للتبرع، كل أهل للتبرع وصحت عبارته
يبقى يصح تبرع، ويصح الوقف من الكافر، يعني لا يشترط أن يكون الواقف مسلم، يعني ممكن واحد كافر يعني غير مسلم يعيش في بلاد المسلمين يقف ماله لبناء المساجد ونقبل، تيجي وزارة الأوقاف تاخده، واضح؟ مش تقول له لا ده مال كافر. يبقى يصح غير المسلم أن يتبرع ويقف ماله للانتفاع لنفع المسلمين، ويصح الوقف من الكافر ولو لمسجد وإن لم يعتقده قربة، لأن لا يشترط أن الواقف يعتقد أن الفعل ده قربة، لا يشترط. وكذا وكذا من مبعض فيما ملكه ببعضه الحر، وكذا أما يقول لك وكذا من مبعض، وكذا دي معناه أن فيها وجهين، والراجح اللي بيقوله لك في الغالب الأعم كده من متأخري الشافعية في مصطلحات المذهب، أما يقول وكذا غير أما يقول ومن مبعض، عارف لو قال ومن مبعض يبقى ما فيهاش وجهين، إنما أقول وكذا يبقى فيها وجهين، الراجح هو هذا الوجه، واضح؟ فبيقول وكذا من مبعض، مبعض يعني إيه؟ يعني عبد، نصه حر ونصه عبد، يعني كان يملكه شخصان فأعتقه أحدهما والآخر لم يعتق، فصار حرا يوما وعبدا يوما، كويس؟ فهل يصح ان العبد في يوم الحر ده وامواله التي يكتسبها يستعمل تكون وقفا، ولا المبعض ليس اهلا للتصرف؟ واضح؟ فبيقول في علماء قال لك المبعض ليس اهلا للتصرف لانه في من العبودية، فرجح جانب العبودية فقال ليس اهلا للتبرع، وفي علماء نظروا الى بعضه الحر وقالوا انه اهل التبرع في بعضه الحر، واضح؟ وعشان كده فيها الوجهين. وكذا من مبعض فيما ملكه ببعضه الحر، فيما ملكه بعض الحر لانه هيعمل يوم حريته، فالمكاسب اللي هيكسبها يوم حريته دي ملكه، لكن لما بيعمل يوم عبوديته لشخص اخر فالمكاسب اللي خارجه منه دي للشخص الاخر، واضح؟ وكذا من مبعض فيما ملكه ببعضه الحر، ويعلم من شرط صحة تبرع الواقف. طيب عايزين نجيب مثال للمبعض في العصر بتاعنا عشان ما يبقاش بقى تواريخ قاعدين بنتكلم في اساطير الاولين، ان يبقى عنده عربية يملكها هو وصديقه، كويس؟ فجاء هذا الصديق تبرع بنصيبه في السيارة لوجه الله على أن ينفق مثلا في لمرضى الأورام أو للأيتام أو للمطلقات أو للمساكين أو لطلاب العلم أو أي حاجة، تبرع بنصيبه في هذه السيارة اللي هي النصف، والسيارة دي كانت تاكسي يعني بتدر ربح يومي لأنها بتشتغل بالإيجار، كويس؟ فصارت هذه السيارة بتعمل يوم ودخل الخارج منها في هذا اليوم يروح لجهة الوقف، واليوم اللي بتعمل فيه للنصف الآخر لصاحبها الآخر بيروح لصاحبها الآخر، فبقت السيارة دي اسمها مبعض، السيارة دي اسمها مبعضة، واضح؟ يعني بعضها موقوف وبعضها مملوك. فدي أمثلة يعني لحسن تفتكر إنك أنا ما فيش عبيد بقى يبقى دي أمثلة مالهاش تطبيق في العصر الحديث، لا ليها تطبيق، علشان كده إذا درست أحكام الرق لابد أن تجد من خلالها تطبيقات عصرية على الوضع الحالي. وكذا ممكن يكون في أرض مشاع يملكها خمسة مثلا، أرض مشاع بتدر دخل، فيجي ثلاثة من الخمسة دول يتبرعوا بيها للنفقة على وجه من وجوه الخير، تبرع كده وقف صدقة جد، والباقي يملكونها يستفيدوا بيها، والأرض دي كلها على المشاع، الدخل اللي بيطلع بيقسموه أخماس،
فيبقى يجوز في الحالة دي أن تكون هذا الوقف مبعض برضه، لأن بعضه وقف وبعضه مملوك، واضح؟ ويبقى في الحالة دي هيطلع دخل الأرض دي نقسمه أخماس، ثلاثة تبرعوا، يبقى ثلاث أخماس دخل دي الأرض ينفق في جهة الوقف، والخمسين للملاك، واضح؟ علشان كده أنا عايزك لما تقرأ في كتب الفقه لا تتقيد بالمثال الذي يقوله الشيخ، ولكن تقيد بالفهم والتطبيق، لأن المثال قد ينتهي لتغير العصر ويجي لك مشاكل وقضايا في عصرك، فتلاقي نفسك مش قادر تنقل كلام الفقهاء القدامى على كلام العصر الحديث، لأن حتى بينك وبين الإمام البيجوري بالأمثلة بتاعته حوالي مثلا 200 سنة مثلا، فتغير الزمان 200 سنة دي، فلازم تفهم ان دي امثلة بيقولها تنفع في عصره، لكن يمكن تنفع في عصرنا في صور اخرى، في صور اخرى ليس في نفس الصورة. وكذا من مبعض فيما ملكه ببعضه الحر، ويعلم من شرط صحة تبرع الواقف ان الموقوف مملوك له. لما نقول يشترط صحة التبرع معناه لا توقف الا ما تملكه، يعني يشترط ملك الانسان فيما يوقفه، مش كده؟ لا تبع ما لا تملك ولا تهب ما لا تملك، مش كده برضو؟ ويعلم من شرط صحة تبرع الواقف ان الموقوف مملوك له، فلا يصح وقف نحو مكتر ولا موصى له بالمنفعة، يعني ما ينفعش وقف مؤجر، مكتر يعني مؤجر، اللي بيكتري الشيء يعني يؤجره، يؤجره يعني ينتفع به، فما ينفعش يوقفه، لأن الإيجار أولا عقد مؤقت والوقف عقد دائم، فما ينفعش إن العقد المؤقت يبقى عقد دائم. فلا يصح وقف نحو مكتر ولا موصى له بالمنفعة، يعني أنا وصيت إن اللي ينتفع بالخارج من هذا المال هو فلان، هذا الفلان الذي اللي هو موصى لا يصح انه يقف هذا المال، واضح؟ لان هو موصى له فيه وليس مملوكا له، موصى له للانتفاع به لا ليتملكه، واضح؟ ولا موصى له بالمنفعة. ولا نحو سرجين، سرجين اللي هو الروث بتاع البهائم والطيور الداجنة التي تعيش في البيوت، بيستعمله الفلاحين لتسميد الأراضي، فساعات يجمعوا هذا ويبيعوا لبعضهم البعض، فلا يجوز هذا البيع عند الشافعية لنجاسته، لأن لا يجوز بيع نجس، ويبقى العقد الذي يتم به التبادل مع السرجين وغيره يكون عقد ايه؟ رفع اختصاص وليس عقد بيع، رفع اختصاص، واضح؟ وبالتالي السرجين لنجاسته لا يصح وقفه، لأن النجس لا يتملك. أو كلب، وكذا الكلب، لأن نهى النبي عن ثمن الكلب، فطالما النبي نهى عن ثمن الكلب يبقى لا يتملك الكلب، لكن ينتفع بالكلب لكن لا يتملك، واضح؟ نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولو على أولاده، يصح وقف الإمام من بيت المال، الإمام له التصرف في بيت المال، هو لا يملك بيت المال لكن له التصرف بالولاية على بيت المال، واضح؟ يصح من خلال ولايته إن هو يوقف جزء من مال الذي هو واقع يعني ولي تصرف فيه وهو لا يملكه إيه على أولاده إن كانوا محتاجين، يصح هذا التصرف. نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولو على أولاده، خلافا للجلال السيوطي ومن تبعه، والجلال السيوطي قال لا، ما يبقى إيه؟ يبقى ده أمر في أوجه من علماء المذهب،
بعضهم قال لك يصح وقف الامام من بيت المال وهو لا يملكه، لكن يملك توجيه التصرف. فاذا كان يصح هذا يبقى يصح ان يوقف جزء من بيت المال على اي جهة ولو كانت هذه الجهة من فروعه كاولاده. الامام جلال الدين السيوطي وعنه وافقه قال لك لا، برضه لا يصح، لانه لا يملك، يشترط الملك ليصح وقفه. يبقى دي مسألة خلافية، لكن الإمام البيجوري رجح صحة وقف الإمام من بيت المال. الإمام البيجوري خلاف مين كان وقف، يعني ايه حسن مبارك ده مش هو الإمام بيت المال. بيت المال الوقت اللي هي ايه، اللي هي وزارة الخزانة، وزير الخزانة، مش حسني مبارك، وزير الخزانة. فهمت ازاي؟ ممكن يبقى بأمر رئيس الجمهورية أو بعدم أمره، دي مسألة. الجلال السيوطي يقول لك لا يصح إن هم يوقفوا، لأن هم يديروا ولا يملكوا. بيديروا ولا يملكوا. واخد بالك؟ وبعض العلماء التانيين قال لك لا، لأنه الولي الأمر بمنزلة الوالد من ولده من حيث الشفقة، فله أن يوجه فيما يراه المصلحة. خلافا هو تملي الوقت علماء الشافعية بيرجحوا ترجيحات الشيخ البيجوري. كويس؟ يعني حشية البيجوري هي ما عليه علماء الشافعية في الترجيحات، يقول لك خلاصة الترجيحات. لكن لا بأس انك انت لو وجدت ان مثلا ولي الامر ده او امام الامام على بيت المال غير مؤتمن، خد رأي جلال السيوطي تقول له لا يصح لأنه هو غير مؤتمن. لقيت جاء راجل صالح وبقى ولي أمره وماسك، يبقى ترجح رأي، وهكذا. تختلف الأمور باختلاف أصل إيه القائم عليها، وباختلاف العصر، وباختلاف الظروف. واضح؟ لأن دي كلها توليدات، تفريعات من فروع، تفريعات من فروع، فهو فهم فقهاء وليس ديانة. فهم الفقيه مش دين. فهم الفقيه قابل للتغير. حتى الفقيه نفسه هو نفسه يقول كده، وبعد شوية تقابله بعد 10 سنين يقول كلام تاني. فهمه اتغير، اما فهمه اتغير او الظروف المحيطة بالمسألة تغيرت فتغير الحكم. فهم؟ ففي فرق بين انك انت اما تدرس نصوص الفقهاء وانك انت تدرس نصوص الشرع الشريف. نصوص الفقهاء دي فهمهم للشرع الشريف قابل للمناقشة. واضح؟ ده قابل للمناقشة، ومش ملزم انت انك انت تاخد يعني برأي جلال السيوطي او في المسألة دي، طالما مش مستندة لنص شرعي لكن مستندة لفهم. المستند لفهم نناقش، انما المستند لنص واضح خلاص هو ده الدين كده. واضح؟ فاحنا مش قاعدين بنقول قوانين، مش بنقول قوانين، ده احنا بندي امثله لفهم العلماء لتطبيق الشرع الشريف، عشان احنا نارس منهم الفهم مش نارس منهم الامثله. تبقاش ضيق الافق. يعني انت مش قاعد بتدرس المثال، انت قاعد بتدرس الفهم. واضح؟ عشان تستطيع انك تطبقه على عصرك. ولازم اما تدرسه لغيرك تدرس له الفهم، مش تعيشه محصور في المثال. في بعض العلماء في الازهر الشريف زمان كانوا بيحصروا الناس في الامثله، عشان كده قال لك ان ايه فتره جمود الازهر. مش بتقرا كده في تواريخ الازهر فتره الجمود اللي هي التقليد الصرف والارتباط بفهم الفقهاء القدامى على انها نصوص شرعيه، اهو ده الجمود. اللي بعد كده نشا بقى مجددين في الازهر الشريف من العلماء، قالوا اننا مش عايزين نقف على ونجمد انفسنا على هذه النصوص التي تعتمد على الفهم ونعتبرها انها شرع شريف، بحيث ان من خالفها خالف الشرع. وحصل نزاع بين بعض المجددين وبعض القدامى المصممين على السير، والقصص معروفه الى يومنا هذا. في طوائف لا تحب التجديد لان تعتمد على الفهم وتطبيق على الواقع، وفي طبائع عقليه تلاقيها محصوره على المثال القديم وعلى الصوره القديمه ومش عارف يخرج منها.
ويبقى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالخلاف اللي بين الفقهاء ده شيء واقع ومش هتقدر تعالجه، لأن هتعالج إيه؟ هتلغي العقول؟ في عقول تلاقيها ملتزمة بالقديم ومش عايزة تغيره، طبيعتها كده حتى في لبسه. تلاقيه بيلبس زي ما جده من 100 سنة كان بيلبس، مش عايز يغير لبسه. طريقته كده، حياته كده، أسلوبه كده، خلاص ما تغيروش. واحد تاني لا، يحب يجدد ويحب يغير، وفي نفس الوقت عايز يلتزم بالشرع الشريف، لكن مش عايز يتقيد بفقه، بفهم إيه فقيه معين. واضح؟ وهكذا تبقى كل دول أمة النبي على فكرة، مش ده ضل مضل وده ولي، لا، ده ممكن يبقى المقلد ده اللي هو المجدد ده ولي كبير، وممكن يبقى المتزمت ده ولي كبير من أولياء الله الصالحين، ويبقوا الاثنين بيتخانقوا مع بعض في الدنيا وهم من أهل الجنة على سر المتقابلين. فهمت؟ مش معناه ان هم اختلفوا بقى، يعني ده واحد في الجنة واحد في النار، لا، هم الاثنين في الجنة، بس هم بيتخانقوا هنا في الدنيا، أول ما هيخشوا الجنة هتلاقيهم متحابين. ورفعنا ايه؟ ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخوانا على سرور المتقابلين. فلا تجعل خلافك في فهمك للشرع الشريف سبب لعداوة المسلمين اللي خالفوه، لا، ده تنوع، اختلاف تنوع وليس اختلاف ايه؟ تناحر واختلاف معاداة. نعم، يصح وقف الإمام من بيت المال ولو على أولاده خلافا للجلال السيوطي ومن تبعه، ويجب اتباع شرطه، ويعلم منه أيضا أنه يكون مختارا فلا يصح من مكره. وأصل الوقف الإمام ده معناه إيه؟ أنه حتى لو مات وجاء إمام جديد، الإمام الجديد ملزم بتنفيذ ما أوقفه السابق. واضح؟ فهمت إزاي؟ لأن الوقف ده مؤبد مش مؤقت. فإذا قلنا يصح وقفه معناه هتلتزم بيه كل من يأتي بعده. واضح؟ وإن قلنا لا يصح وقفه يبقى لا يلتزم به من بقى يأتي بعده. ويبقى من يأتي بعده حر في إنه ياخذ هذا الفهم إن وجد فيه المصلحة، أو إنه ينقل ويغير إن وجد المصلحة في النقل والتغيير. ويبقى الشرع واسع أوسع من فهم إيه؟ من فهم فقيه. واضح؟ ويجب اتباع شرط، ويعلم منه أيضا أنه يكون مختارا، يعني الواقف لابد أن يكون مختارا فلا يصح من مكره. كل ده في صحة العبارة، صحة العبارة وأهلية التبرع، كل التفاصيل دي جت من كلمة إيه؟ صحة عبارته وأهلية تبرعه. والوقف جائز أي صحيح، بل هو مستحب. والوقف جائز، يعني الجائز هنا مش معناه اللي هو مستوي الطرفين، يعني لك أن تفعله ولك أن لا تفعله، بحيث أنه مباح، بحيث لا يساب فاعله ولا يأثم تاركه اللي هو في المباح. لا بيقول لك جائز هنا يعني صحيح، لكن حكمه هو مستحب لأنه فيه قربة. واضح؟ والوقف جائز أي صحيح، بل هو مستحب باعتبار الأجر اللي فيه والقربة يعني. ولم يقل هو قربة، لأنه ليس بقربة محضة. ليس بقربة محضة ليه؟ لأنه لا يشترط فيه ظهور قصد القربة كما سيأتي. قوله بثلاثة شرائط أي على ما ذكره المصنف. وإلا فهي أكثر من ذلك، وجعلها ثلاثة مبنية على جعل قوله، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع شرطا واحدا. فيكون قول وفرع لا ينقطع من جملة الشرط قبله، والذي في الروضة أنهما شرطان، فيكون قول وفرع لا ينقطع شرطا مستقل، كأن بيقول أصل موجود ده شرط، وفرع لا ينقطع ده شرط. المصنف جعلهم الاثنين شرط واحد، غيره عدهم شرطين. عشان كده ممكن عبارات المصنفين تختلف، واحد يقول لك ثلاث شروط، واحد يقول لك اربع شروط، ست شروط، وهكذا. وعلى هذا الصنيع جرى الشيخ الخطيب
الخطيب الشربيني في الإقناع اللي هو إيه، على له شرح على المتن، فجعل الشروط التي ذكرها المصنف أربعة، علشان إيه؟ جعل أحد الشروط اللي عدها واحد عدها اتنين، فخلاهم أربعة. قول: وفي بعض النسخ هو بمعنى ما في النسخة الأولى، فلا تفاوت بينهما في المعنى. ليقول وفي بعض النسخ والوقف جائز وله ثلاثة شروط. قول: أحدها أي أحد الثلاثة شرائط، أن يكون أي الوقف بمعنى الموقوف كما أشار إليه الشارح، فالضمير عائد للوقف بمعنى الموقوف. فقول الشارح الموقوف تفسير للمراد، أن يكون هو مما ينتفع به، هو ده الضمير ده شرحه لك ايه الشارح، قال لك الموقوف، أن يكون الموقوف، يبقى الموقوف ده ايه تفسير، والموقوف تفسير للمراد، ولا فرق في الموقوف بين العقار والمنقول، فالأول كالدار والثاني كالعبد والكتب ولو مشاعا فيهما، يعني في حاجة لا تنتقل زي العقار والأرض، دي لا تنتقل، ده يسموه عقار. طب والمنقول؟ يعني حاجة ينتفع بها وتبقى أصلها لكنها بتنتقل، زي سيارات بتنتقل، زي واحد عنده مكتبة ضخمة يوقفها للانتفاع طلاب العلم، ففيها كتب والكتب ممكن تؤخذ وتستعار وتنتقل، واخد بالك، وهكذا. يبقى في حاجة اسمها عقار وفي منقول، فالأول كالدار اللي هو العقار، والثاني اللي هو المنقول كالعبد، والعبد احنا عندنا كالسيارة الوقت بقى، السيارة التي بتنقل الناس وكده وبتدر ربح أو شيء من هذا. والكتب ولو مشاعا فيهما، مشاعا في العبد يعني أو في الإيه؟ في الكتب. كأن وقف نصف عبد أو دار على الشيوع ولو مسجدا، ويجب قسمته في الحال. يعني قال نص الأرض بتاعتي اللي على الشيوع دي هوقفها مسجد، يصح وقفه ويجب هنا الفرز والتجنيب في الحال. يصح وقفه ويبقى يجب الفرز والتجنيب في الحال. يعني أنا وأنت نملك خمسة فدادين على الشيوع، أنا ليا نصفهم وأنت نصفهم، فأنا وقفت نصفي الذي أملكه اللي هو فدانين ونص لإنشاء مسجد وملحق به مدرسة مثلا، يبقى في الحالة دي يصح الوقف، وينبني على صحة الوقف وجوب الفرز والتجنيب في الحال، يعني الخروج من المشاع، واضح؟ علشان يبقى عندي قطعة أعرف أنفذ فيها المشروع، واضح؟ ولو مشاعا فيهما كأن وقف نصف عبد أو دار على الشيوع ولو مسجدا، ويجب قسمته في الحال، واضح؟ قسمته هنا اللي احنا بنسميها الفرز والتجنيب، يسميها الايه؟ في وزارة العدل بيسموها الفرز والتجنيب، لما تيجي ترفع قضية يقول لك قضية فرز وتجنيب أو قضية قسمة على الشيوع كده؟ إذا كانت قسمته أفرازا، أفرازا يعني نفرز كل حاجة على حدة. ومن المنقول أيضا المدبر، المدبر اللي هو العبد اللي يقول له أنت حر دبر موتي، زي إيه؟ والمعلق عتقه بصفر، زي واحد بالظبط يوصي بأن سيارته التي يملكها الآن تكون وقفا لمصلحة المدرسة الفلانية بعد وفاته، أي بيت السيارة دي مدبرة، واضح؟ بقى فيها معنى الوصية لأن تصرف متعلق بما بعد الموت، وفيها معنى الوقف، فيها الاثنين، فيها المعنيين. ومن المنقول المدبر والمعلق عتقه بصفة، والمعلق عتقه بصفة،
زي ايه الوقت في الزمن بتاعنا؟ انا السيارة بتاعتي كنت شاريها من البنك بالاقساط، بالاقساط، فاقول بمجرد دفعي اخر قسط هذه السيارة تكون وقفا لمصلحة المستشفى الفلان، واخد بالك؟ او ده معلق عتق هذه السيارة بصفة وينتهاء الاقساط عليه، فاهم؟ يعني ما تتقيدش، قصدي وانت بتقرا بيبقى الرق 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 وما فيش رق، لا انقلها بقى لحاجة تانية. ومن المنقول المدبر والمعلق عتقه بصفة. المعلق عتقه بصفة يقول له ايه؟ يقول للعبد بتاعه انت عتيق بمجرد تخرجك من الجامعة. يعني ربى العبد بتاعه ودخله المدرسة وحفظه القرآن، والولد دخل الجامعة وهو صالح، انسان صالح، فانت عايز تكافئه تقول له انت عتيق بمجرد ان تنجح وتحصل على الشهادة الجامعية، يبقى علقها بصفر. فهمت ازاي؟ يبقى عتيق لما ويعتقان بوجود الصفة من موت السيد في الاول اللي هو المدبر، والمعلق عليه في الثاني اللي هو الشرط المعلق عليه في الثاني اللي هو المعلق عتقه بصفر، ويبطل الوقف بعتقهما، ويبطل الوقف بعتقهما. هذا إن سبق التدبير والتعليق على الوقف. ويبطل الوقف بعتقهما، يعني ممكن يبقى الموقوف، الموقوف عليه طول ما هو بهذه الصفة، أول ما يفقد هذه الصفة يبقى خلاص ما لا يصح أن يكون موقوفا، واخد بالك؟ لأنه فقد صفته. ويبطل الوقف بعتقهما، هذا إن سبق التدبير، يعني إن سبق العتق التدبير، أن يقول له أنت دبر موتي، يعني أعتقه قبل أن يدبره. والتعليق على الوقف كما هو قضية كلام وهو ظاهر، أما لو دبر أو علق عتقه بعد الوقف فلا يصح لخروجه عن ملكه. أما لو دبر أو علق عتقه بعد الوقف فلا يصح لخروجه عن ملكه بالوقف. ومنه بناء وغراس وضع في أرض بحق، كان وضع بأرض مملوكة أو مستأجرة لهما. ومنه بناء وغراس وضع في أرض بحق، وضع في أرض بحق يعني زرعهم في أرضه مش في أرض غيره، أرض مغصوبة، واضح؟ كان وضع بأرض مملوكة أو مستأجرة لهما، ويبقى أوقف الغراس مش أوقف الأرض نفسها، ده للمستأجر. وإن استحق القلع بعد مدة الإجارة، فلو قلع ذلك وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان، وإن لم يبقى فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو للواقف؟ وجهان أصحهما أولهما أن يكون ملكا للموقوف عليه. قول مما ينتفع به، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، أي ولو مآلا، يعني في المستقبل، لأنه لا يشترط النفع، لا يشترط النفع حالا في الإيه، في الحال يعني، كما سيذكره الشارح. وقول مع بقاء عين أي مدة ولو قصيرة، أقلها زمن يقابل بأجرة، يعني مش شرط يعني مدة يعني معناه للأبد، مفيش حاجة أصلا في الدنيا للأبد، لكن المهم إنه هو يبقى مدة ينتفع به، ولو مدة تصلح أن تكون موضع إيجارة، لأن إحنا عندنا الإيجار مش معقول هتأجر مثلا حاجة لحظة، هتأجرها مثلا يوم، شهر، سنة، حسب العرف، فما يصح تأجيره مدة إيجار، فكل ما ينتفع به مدة يصلح أن تؤجر يصح وقفه، واضح؟
يعني مش شرط علشان تفهم مع بقاء عيني يعني بقاءها على طول، ما فيش حاجة اسمها بقاء على طول في الدنيا. أي مدة ولو قصيرة أقلها، أقل حاجة بقى فيها إيه؟ زمن يقابل بأجرة، يعني في عقود الإيجار يعني. وخرج بقولي مما ينتفع به ما لا ينتفع به، كالعبد الزمن. يبقى لازم الموقوف ده يبقى حاجة ينتفع بيها. أنا العربية بتاعتي أصلا غير صالحة للحركة، وعرضتها على كل الورش تتصلح، قالوا له يا سيدي فكها وخليها ربابيك يا خلاص باظ. او ما نقول له اوقفها على المدرسة الفلانية تنقل الطلبة، طب ما بتتحركش، دي عطلانة بطلانة. زي العبد الزمن، العبد الزمن اللي هو عنده مرض مزمن يعني لا يستطيع حركة، ينفع اوقفه عشان الدخل اللي جاي منه ينفق على الجهة الفلانية؟ طب ما هو مش جاي منه دخل، ده هو نفسه محتاج نفق. فهمت؟ وخرج بقول مما ينتفع به ما لا ينتفع به، كالعبد الزمن. الزمن الذي لا يرجى برؤه، الزمن اللي هو عنده مرض مزمن، ده الزمن عنده مرض مزمن يعجزه ولا يرجى برؤه، لأن في مرض مزمن لكن يرجى برؤه. مزمن يعني إيه؟ يعني غير حاد، يعني يقعد معاه سنة اتنين تلاتة وبعدين يخف، يبقى ده يرجى برؤه. لكن في مرض تاني يقعده ولا يرجى برؤه، زي شلل. واخد بالك في زماننا ده لحد دلوقتي ملوش علاج الشلل، إذا استقر خلاص. بيعملوا أبحاث لما يتغير الزمن يتغير الحكم، لو عالجوا الشلل يبقى يرجى برؤه، لكن الوقت لا يرجى برؤه. طول ما هو لا يعالج يبقى لا يرجى برؤه الآن. حاضر يا سيدي، نقف بس عند جملة بس. مما ينتفع به، وخرج بقول مما ينتفع به ما لا ينتفع به، كالعبد الزمن الذي لا يرجى برؤه يعني شفاؤه، كما مر. وبقوله مع بقاء عينه ما لا ينتفع به إلا مع عدم بقاء عينه، لأن نفعه في فوته. زي شوية مية، أوقف مية وهي مجرد إنها اتشربت خلصت، مية كده في إناء ما ينفعش تبقى، لكن مية في بئر أو في عين متجددة ينفع أوقف، لأن نفعه في فوته. ومقصود الواقف الدوام العادي، مش الدوام الحقيقي يعني، العادي اللي هو في العادة هيقعد مدة طويلة يعني، وهو في كل شيء بما يليق به، وإلا فالدوام الحقيقي غير ممكن في المخلوقات. وقد ذكر ذلك الشارح بقوله وأما الذي لا تبقى عينه إلى آخره، فذكر محترز الثاني ولم يذكر محترز الأول. ويكون يقول ويكون الانتفاع به مباحا مقصودا، يقول أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكون الانتفاع مباحا مقصودا، فلا يصح وقف آلة له ولا وقف دراهم للزينة، ولا يشترك النفع في الحال، فيصح وقف عبد وجحش صغيري. وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقف. فبيقول هنا ويكون الانتفاع به ويكون الانتفاع مباحا مقصودا، هذان القيدان، أن يكون الانتفاع به مباحا مقصودا، وأن يكون إيه؟ ولا يشترط النفع في الحال. هذه الشرطين، هذان القيدان شرطان في الشرط السابق، كما أن قول مع بقاء عيني شرط فيه أيضا، لأن الشرط كونه مما ينتفع به مع بقاء عيني انتفاعا مباحا مقصودا. قول فلا يصح وقف آلة له تفريع على مفهوم قول على مفهوم قوله مباحا، أما يقول الانتفاع مباحا مقصودا يقوم يجيب لك إيه بمفهوم المخالفة المباح اللي هو الغير اللي هو لا يصح، اللي هو إيه يحرم استعماله مقابل للمباح،
المباح يعني اللي هو يصح الاستعمال به. طب واللي يقابله ايه في المفهوم؟ الحرام الاستعمال. عشان كده بيقول ايه؟ فلا يصح وقف آلة له وتفريع على مفهوم قوله مباحا. يبقى أول ما تسمع مباح يقوم يجي لك طب والغير مباح؟ يقوم يجيبه لك في المفهوم. واضح؟ قول مباحا لأن آلة له محرمة. آلة له محرمة. ده على مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف. لكن في مذاهب أخرى تفريعات من مذاهب من نفس المذاهب دي ومذاهب أخرى منفصلة كابن حزم وغيره يروا أن آلات الله من المباحات وليست من المحرمات. واضح؟ فده تفريع على مذهب من ذهب إلى أن آلات الله حرام وأن الموسيقى حرام والمعازف حرام. واضح؟ فلا يصح وقف آلة الله تفريع على مفهوم قوله مباحا لأن آلة اللهو محرمة. آلة اللهو محرمة كدربكة وزمارة وكذا كل محرم. والدربكة اللي هي ايه؟ يعني زي الطبلة اللي بيبقى فيها رق وشخاليل سموها الدربكة. انما الطبلة بس اللي ما فيهاش حاجة دي ما فيهاش مشكلة، اللي هي الدفوف اسمها الدفوف. الدف غير الدربك. الدف طبلة بس تطبل عليها كده تدي صوت، حط عليها شخاليل وحاجات معلقة او حط عليها رق واخد بالك او شيء من هذا بقت اسمها دربك. وزمارة المزمار، لان برضو وارد حديث في النهي عن المزامير وغيره. وكذا كل محرم. وقوله وكذا كل محرم تدي أمثلة بقى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنية الذهب والفضة. يبقى لو عندي إناء ذهب أو إناء فضة لا أوقفه، لا يجوز وقفه لأنه لا يحرم الانتفاع به، مش كده برضو؟ فتدي أمثلة بقى كتيرة لأي حاجة أخرى من الشرع الشريف. وكذا كل محرم. وقوله طب افرض حاجة لها وجهان، وجه محرم استعمال وجه مباح يصح وقفها، كالسكاكين. السكينة ممكن تستعملها تقتل بيها انسان، ممكن تستعملها تقطع بيها الطعام. كويس، لها وجهان، وجه محرم ووجه مباح، فيصح لي وقفها. واضح؟ زي الوقت برضو ايه ادوات المكياج للنساء المتبرجات واللبس اللي فيه عري، هل يصح وقفه ولا لا يصح وقفه؟ ده له وجهين. لا، اذا استعملته امام الرجال الاجانب حرام، واذا استعملته امام زوجها مباح، يبقى يصح وقفه. واضح؟ ودي امثله بقى كتيره في حاجات زي دي. وكذا كل محرم، يعني محرم من كل وجه، يعني لما يبقى حرام من كل وجه، انما له وجه حرام وجه حلال يصح وقفه. وكذا كل محرم أي محرم من كل وجه، يعني ليس له وجه حلال. واضح؟ زي الكوب، الكوب ممكن تحط فيه خمر وممكن تحط فيه مية، مش كده برضو؟ التلفزيون ممكن تسمع فيه وتتفرج فيه على برامج مفيدة وممكن تضيع عمرك وقتك فيما لا طائل. واضح؟ فله وجهان وهكذا. وقوله ولا وقف دراهم للزينة، ده مثال تاني برضو تفريع على مفهوم قوله مقصود. يبقى قال لك مقصودا مباحا، مباحا مقابلها الحرام، فاداك مثال، والمقصود مقابلها اشياء توقفها لاستعمال غير مقصود وجودها لهذا الاستعمال اصلا. يعني الناس ما يخطرش بلا نستعملها كده. واضح؟ ايوه، علشان كده ممكن بقى في التفاصيل تقعد تحطها لي تخلي لي كل دول بقى 10 شروط، واحد تاني جمعهم لك كلهم في جمله واحده وبقى لها شرط واحد. ده لا مشح بقى في الشرح والفهم، فهمتني؟
وقول لا وقف دراهم للزينة تفريع على مفهوم قوله مقصودا، لأن الزينة غير مقصودة في الدراهم، ومحل بطلان وقف الدراهم للزينة ما لم تكن موقوفة لتصاغ حليا وإلا صح. الدراهم دي فضة، لو وقفت أنا الدراهم دي على إنها فضة ياخدوها يصيغوها ويعملوها زينة وحلي، يبقى يصح وقف على هذه الدراهم، لأن أنا أوقفتها مش لكونها دراهم، أوقفتها لكونها معدن يمكن استخدامه في الزينة، وهو الفضة أو الدنانير على أساس أنها ذهب يمكن أن يصاغ ويتحول إلى حلي، واضح؟ لكن لو وقفتها على أن تبقى دراهم وتستعمل في الزينة أو دنانير وتستعمل في الزينة فقط، مش مقصودة للزينة، واضح؟ يعني ما حدش بيبقى شايل عنده دراهم ولا دنانير ويقصد أنه يتزين بيها. ما لم تكن موقوفة لتصاغ حليا وإلا صح. وكذا لو كانت معرى، معرى يعني إيه؟ يعني للإعارة، يعني كالمعروف عند أهل مصر بالضفا، فيصح وقفه لأنه حلي يقصد للزينة. أهل مصر كانوا ساعات يوقفوا بعد الحلي دي وقف يستعملها العروسة يوم فرحها، تاخدها تتزين بيها يوم فرحها كده وترجعها تاني تقوم تفرح، واضح؟ قدام المعازيم وبتاع، فده يصح وقفه، واضح؟ لأنه حلي يقصد للزينة. قوله ولا يشترط النفع في الحال إشارة إلى التعميم في قوله أن يكون مما ينتفع به. أصلا ما يقولك مما ينتفع به يخطر في بالك، ينتفع به يعني الآن، طيب لو ينتفع به بعدين ينفع ولا ما ينفعش؟ يقوم يقولك ولو في المآل، علشان يحللك المفاهيم اللي بتيجي في ذهنك بيجاوب لك عليها كل ما بتيجي تقرأ. ولا يشترط النفع في الحال إشارة إلى التعميم في قول أن يكون مما ينتفع به، يعني مطلقا سواء الآن أو بعد شوية أو بعد سنة أو بعد سنتين، كما تقدم التنبيه على ذلك، فكأنه قال سواء كان النفع في الحال كوقف عبد وجحش كبيرين أم في المآل كوقف عبد وجحش صغيرين. ولذلك فرع قوله فيصح وقف عبد وجحش صغيرين على ما قبله وهو ظاهر. وأما الذي لا تبقى عينه مقابل القول مع بقاء عينه، أما يقول لك من شروط بقاء الوقف أن يبقى باقي العين، ثم تقول طب والمستهلك ينفع وقفه ولا لا؟ يقوم يقول لك إيه، يبقى إيه المستهلك الذي يستهلك بالاستعمال لا يصح وقفه. كل دي كلها مفاهيم عشان يشرح إيه المفهوم بجانب المنطوق. والمفهوم تعريفه ايه؟ دلالة اللفظ حال السكوت، انما المنطوق دلالة اللفظ حال النطق. ادي الفرق بين المنطوق والمفهوم. واما الذي لا تبقى عينه مقابل لقول مع بقاء عينه كما تقدم، وقوله كمطعوم اي لان الانتفاع به مع ذهاب عينه بسبب اكله، وقوله وريحان اي غير مزروع. الريحان المقطوع ده يستهلك، لكن افرض الريحان اللي موجود في الحقل الممكن اوقفه، لانه ممكن ده يقطع وينبت غيره ويقطع وينبت غيره ويقطع وينبت غيره، واضح؟ يبقى لما يقول وريحان يقصد ريحان مقطوع مش ريحان مزروع في مكانه، واضح؟ أي غير مزروع لأن نفعه في فوته، يعني نفعه في استهلاكه. وأما المزروع فيصح وقفه لأنه يدوم، وكل ما يدوم يصح وقفه. يدوم يعني إيه؟ ولو مدة قد الإجارة. فهمت بقى؟ الدوام هنا مش دوام يعني الحقيقي. وكل ما يدوم يصح وقفه كمسك وعنبر. والمراد بالريحان كل نبت غض أي فيه غضاضة، يعني طراوة طيب الرائحة، فيشمل الورد والياسمين والنعناع وغيره بقى الحاجات اللي كل حاجة نبات له رائحة طيب ونحوهما،
فيصح وقف ذلك إن كان مزروعا، وإلا فلا، يعني ولو كان مقطوعا فلا يصح. وقول فلا يصح وقفه أي الذي لا تبقى عينه. ونقف على قوله والثاني أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع يوم الاثنين القادم إن شاء الله. إحنا هنستمر حتى آخر اثنين في شهر ستة، وبعدين هناخد أجازة لحد بعد رمضان. يعني آخر اثنين في شهر ستة هيبقى الاثنين القادم وبعد القادم، مش كده؟ 27 ستة، وبعد كده هناخد أجازة إن شاء الله. هنقول لهم في رمضان. حاضر، جزاك الله خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.